أهلا بكم إلى الساعة الأخيرة، معي أنا نضال حمدي. وفيها طهران تتخلى رسميا عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وبوتين يرد: كان الأحرى بكم أن تبقوا في الاتفاق مهما كانت الظروف. وفي العراق واشنطن تطلب من موظفيها غير الأساسيين مغادرة العراق، والجيشان الألماني والهولندي يعلقان تدريب القوات العراقية. من السودان ممثلو الحراك والعسكر يعلنون تحقيق تقدم في المفاوضات وإطلاق نار على مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش. وفي الذكرى 71 للنكبة، وزير الدولة لشؤون الخارجية في الإمارات يقول إن الحوار مع إسرائيل شيء إيجابي. تابعونا. أهلا بكم إلى ساعتنا الأخيرة. نبدأ من الملف الإيراني، إذ تخلت طهران رسميا عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وتشمل التعهدات المعلقة اعتبارا من الأربعاء رفع القيود الموجودة على سقف إنتاج اليورانيوم المخصب وكذلك إنتاج المياه الثقيلة في منشآت أراك. تمضي إيران في طريق خفض تعهداتها في الاتفاق النووي، مطمئنة تبدو لخطواتها إذ تأتي ضمن إطار الاتفاق كما تقول. طهران تستبعد الحرب وترفض المفاوضات مع واشنطن على الأقل في ظل الظروف الحالية. المواجهة ليست عسكرية، الحرب لن تقع لأننا لا نسعى إليها، وهم ليس بمصلحتهم أن يسعوا إليها لأنهم يعرفون أنها تضرهم. لسنا ممن يبدأ العمل العسكري، لم ولن نكون كذلك. هذه المواجهة هي حرب الإرادات، وإرادتنا أقوى منهم. التفاوض سم، ومع الحكومة الأمريكية الحالية سم مضاعف. التفاوض يعني التعامل، يعني أن تعطي شيئا وتأخذ شيئا، وما يريدونه من التفاوض هو تماما نقاط قوة الجمهورية الإسلامية. بعيدا عن أمريكا، لا تكتفي إيران بالتلويح للأوروبيين بمثلث أمني لطالما أقلقهم هو الهجرة والمخدرات والإرهاب، تصعد بخطوات نووية تقنية. عمليا تتحلل إيران من التزامها بسقف 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب ومن 130 طنا من الماء الثقيل كذلك، هذا في مرحلة أولى. أما بعد 60 يوما سيكون الأصعب ربما، رفع مستوى التخصيب وإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، ولاحقا المزيد مما لم يكشف عنه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خطوات تربطها إيران بتنفيذ أوروبا لوعودها ليس في الاتفاق النووي فقط، بل بعد انسحاب واشنطن منه أيضا. أوروبا الآن أمام خيارين، إما أن تستجيب وترضخ لأوامر ترامب أو تنفصل، وهذا حري بها في بلورة هذه القناة المالية والعمل بها بشكل جيد. في الشارع يوضع الكلام عن الحرب جانبا، ويمتزج الحديث عن الأوضاع الاقتصادية بالتوتر الإيراني الأمريكي ومآلات الخطوات الإيرانية والوعود الأوروبية. لم تختر إيران الانسحاب من الاتفاق النووي، وإن كانت تقول إنها لم تجني منه إلا القليل. قرارها هو العودة إلى المربع النووي الأول، ولكن بهدوء، بما يفسح مجالا للدبلوماسية ربما. حسن كلاس، العربي، طهران.
رد الأبرز على القرار الإيراني جاء على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إنه كان على طهران البقاء في الاتفاق النووي مهما كانت الظروف، لأن الجميع سينسون أن واشنطن هي من انسحبت أولا وسيتهمون طهران على حد تعبيره. مصير الاتفاق النووي ومصير الأمن الأوروبي بين روسيا والولايات المتحدة. جاء رئيس النمسا إلى بوتين ممثلا لأوروبا بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، يستشف الموقف الروسي من الخطة المشتركة، فتفكك الاتفاق يؤرق مضاجع أوروبا التي باتت عاجزة عن إنقاذه وغير قادرة على العمل مع إيران رغم الخسائر الاقتصادية. نأسف لتفكك الاتفاق وموقفنا معروف للجميع، نحن مع الحفاظ على هذا الاتفاق. ما أن أعلن بوتين عن موقف بلاده الرسمي حتى سمح لنفسه الخروج عن البروتوكول والتعليق على مستقبل الأوضاع. بخروج الأمريكيين من المعاهدة يتفكك الاتفاق، ولكن لحظة قيام إيران بأي رد وإعلانها الخروج سينسى الجميع أن المبادرة بتفكيك الاتفاق كان الولايات المتحدة، وسيلقى اللوم على إيران، ورأي المجتمع الدولي سوف يكون في ذلك الاتجاه، وقد قلت ذلك للإيرانيين مرارا، ولا أرى جدوى لطهران بالخروج من الاتفاق. لوم للأوروبيين على سكوتهم ودعوة لإيران بعدم الخروج تلاها إنذار للجميع ومناشدة للأوروبيين وإشارة إلى أن خطة روسيا وليدة المعطيات الجديدة. روسيا ليست فريق إطفاء، لا يمكننا إنقاذ كل شيء في كل مكان. الاتفاق لا يعتمد علينا وحدنا، بل يعتمد على جميع اللاعبين بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا وإيران. سمع رئيس النمسا الرسالة وعاد بها إلى أوروبا. يريدها بوتين في صفه، وتريد القارة العجوز أن تبقى في الخطة المشتركة، ولكن إرادتهما مجتمعة أضعف من قوة المصالح بين أوروبا والولايات المتحدة. محمد حسن، تلفزيون العربي، موسكو. انضم إلينا من موسكو أندري أوليتسكي، الباحث في مركز الدراسات للنزاعات الدولية. أرحب بك سيد أوليتسكي. هل تصريحات بوتين اليوم تعني أن روسيا تخلت عن إيران؟ مرحبا. لا، روسيا لم تتخلى عن إيران، بس فقط الرئيس الروسي أعرب اليوم بعد المقابلة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وبعد اللقاء مع الرئيس النمساوي، أعرب عن أسف روسيا بصدد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران الذي يسمى باتفاق 5+1 مع إيران. 5+1 يعني أعضاء مجلس الأمن الدائمون وكذلك ألمانيا. أما الآن ف من المشاركين الأساسيين في هذه المعاهدة الولايات المتحدة تنسحب، وإيران كان الطرف الثاني الذي ما زال تبقى في إطار هذا الاتفاق، ولكن أعلنت في الآونة الأخيرة حول عودته إلى تخصيب أورانيوم وكذلك تجارة الماء الثقيل وغيرها من الأمور التي كانت ممنوعة وفقا للمعاهدة المعقدة. أعرب الرئيس بوتين عن أسف روسيا، وفي نفس الوقت أضاف أن روسيا ليست فريقا لإطفاء كل الحرائق الدولية في كل المكان وإنقاذ كل الصفقات والاتفاقيات الدولية، فإنما اللوم الأساسي، المسؤولية الأساسية لهذه القرارات تتولاها
الولايات المتحدة طيب سيد أوليتسكي بوتين قال إنه نصح الإيرانيين بعدم الخروج من الاتفاق وأن ذلك سيحسب عليهم. قال أيضا أن أوروبا ملامة على سكوتها ولامها على سكوتها. قال إن الولايات المتحدة أخطأت، يعني رمى اللوم على الجميع وقال نحن لسنا فريق إطفاء. بهذا المعنى سيترك إيران لمصيرها أو يعلق ويرفع اللوم عن روسيا فقط؟ بهذه الكلمات أعتقد أن الرئيس الروسي كان يريد الإشارة إلى موقف البلدان الأوروبية التي لا تتمكن من القيام بأي شيء إزاء المبادرات الأمريكية الأخيرة. وفي الوقت نفسه أشار الرئيس بوتين إلى أن إيران إن انسحبت من الاتفاق النووي من بعد البنود الأساسية للاتفاق النووي فإنما اللوم سيلقى على إيران في الرأي العام الدولي. هذا الذي قصده الرئيس الروسي. شكرا جزيلا لك أندري أوليتسكي الباحث في مركز الدراسات للنزاعات الدولية، كنت معنا من موسكو. وتحاول الدول الأوروبية تميز عن الموقف الأمريكي في ملف الأزمة مع إيران، لكنها قد تجد صعوبة في البقاء على موقفها الرافض لإلغاء الاتفاق النووي والعودة إلى التصعيد والعقوبات وربما حرب بالخطأ مثل ما حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت. عندما تتحرك الأساطيل، عندما تدق أمريكا طبول الحرب، يتيه الأوروبيون يترنحون قبل أن تتفتت سياستهم الخارجية، فهي لم تكن يوما صلبة موحدة كما هو حال اقتصادهم. في أزمة النووي الإيراني يضحك الأوروبيون على أنفسهم، تعهدوا وبعد أشهر عجزوا عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاتفاق النووي الذي مزقه ترامب. فشلوا في الاغتراف من صفقات وعدتهم بها إيران في محاولة لشق الموقف في الجبهة الغربية. ترامب حرمهم من المال الإيراني، شدد العقوبات وخير شركاتهم بين إيران والسوق الأمريكية، ومع ذلك بات موقفهم في الأيام الأخيرة أقسى على إيران وألين على ترامب. بومبيو مر من هنا قبل أيام، ومثل ما تفعل العاصفة بهذه الأشجار انحنى الموقف البريطاني أولا. وزير الخارجية البريطاني بات يحذر من حرب عن طريق الخطأ مع إيران، كثير من حروب هذا العالم اندلعت في غفلة، عندها سيجر الأوروبيون إلى حرب بالخطأ، والخطيئة هنا لن تكون إلا إيرانية. سينسى العالم سريعا أن الأمريكيين هم من مزقوا الاتفاق النووي أولا، يقول فلاديمير بوتين. Il faut pas tomber dans si je puis dire l'escalade, il faut collectivement qu'on veille à notre sécurité collective. الرئيس الفرنسي الحالم بجيش أوروبي موحد يخرج القارة العجوز من الهيمنة الأمريكية يحذر من الوقوع في فخ التصعيد. الوقت ما زال متاحا للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، لكنه يستدرك أن أمن الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة أولوية. فرنسا التي تميزت عن دول أوروبية كثيرة وامتنعت عن مباركة غزو العراق قد لا تتاح لها رفاهية الاختيار مجددا. مع ترامب لا تملك باريس وباقي العواصم الأوروبية سوى الإذعان، وأي مكابرة سيواجهها ترامب بحرب تجارية وتغريدات جارحة فعلها من قبل. أراد ماكرون جيشا أوروبيا، فذكره ترامب بأن فرنسا كان يمكن أن تتحدث الألمانية الآن لولا فضل الجيوش الأمريكية. وينضم إلينا من برلين ناصر جبارة الصحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية. سيد جبارة، كيف تقرأ المواقف الأوروبية كل على حدة وأيضا الموقف الموحد؟ بمعنى هل الموقف الفرنسي مثلا مختلف عن الموقف الألماني، مختلف عن الموقف البريطاني، وهل هناك موقف يجمع الجميع بالنهاية؟ بشكل عام الأوروبيون ليسوا جادين في الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني. الاثنين فقط قبل أيام تحدث الأوروبيون وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عندما التقوا بومبيو في بروكسل عن موقف أوروبي موحد. هنا يمكن بالفعل الحديث
عن أن الأوروبيين في هذه في قضية الحفاظ على الملف على الاتفاق النووي الإيراني متحدون، ولكن هذا ليس صعبا، يعني المسألة مصيرية بالنسبة لهم أو هذا ليس أهم شيء. أنا أعتقد كما قلت في البداية أن الأوروبيين ليسوا جادين في الحفاظ على هذا الاتفاق النووي، لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الاقتصادية. نحن نعرف أن شقا من شقي الاتفاق النووي الإيراني هو شق اقتصادي، ولا هذا قلت من الناحية الاقتصادية. من الناحية السياسية هم ليسوا كما قلنا ليسوا يعني عليهم عدم الاكتفاء بإصدار البيانات التي تدين هذا التصعيد العسكري الأخير في منطقة الخليج، وعليهم عدم الاكتفاء بهذه البيانات عن إصدار بيانات بدون روح. إذا أراد الأوروبيون بالفعل إنقاذ هذا الاتفاق النووي فعليهم بلورة قبل كل شيء، كما يعني ليس فقط موقف أوروبي موحد وإنما الاتفاق العمل والتعاون مع الروس ومع الصينيين لا يكفي. يعني أنا كنت اليوم في البرلمان الألماني، كان هناك ساعة لمناقشة القضية الإيراني. يعني إذا أرادت لنقل ألمانيا، وأنا أتحدث من هنا مع ألمانيا، وألمانيا إحدى الدول الموقعة على هذا الاتفاق، إذا أرادت ألمانيا عليها أن تقول للأمريكيين بشكل واضح نحن لا نريد الحرب على إيران، عليها أن تمنع الطائرات الإيرانية من استخدام أجوائها، من استخدام قاعدة رامشتان أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أوروبا، عليها أن تفعل أكثر من ذلك. لكن وزير خارجية ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا كما باقي الاتحاد الأوروبي يقولون نحن ملتزمون بالاتفاق ولكننا لا نقبل صفارات انذار من ايران، كأن ايران اصبحت متهمة، حتى بوتين يتهم ايران الان. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي ان يقول الاوروبيون انهم ما زالوا مع الاتفاق. من خلال الإجابة على هذا السؤال أريد أن أنتقل للشق الاقتصادي في هذا الموضوع. خرج علينا الأوروبيون أو وزراء مالية دول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في نوفمبر الماضي وقالوا أنهم قيد إعداد آلية مالية من أجل تمرير التحويلات البنكية ومواصلة التجارة مع إيران. أين هي هذه الآلية الألمانية؟ نستفسر لدى الحكومة الألمانية فتقول أن هذه عملية وهذا صعب جدا، هذه يعني تحقيق هذه الآلية صعب جدا. المشكلة هذا من الناحية النظرية. من الناحية العملية البنوك الألمانية البنوك الأوروبية لا تستطيع العمل مع إيران، الشركات الأوروبية الضخمة سواء الألمانية أو الفرنسية أو الشركات الأخرى لا تستطيع العمل مع إيران وانسحبت من السوق الإيرانية لأنها لا تريد أن تجازف بعقوبات أمريكية. هذا الواقع، على الأوروبيين أن يفهموا ذلك، وإذا أرادوا بالفعل المحافظة على هذا الاتفاق عليهم فعل أكثر من ذلك بكثير، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات. هل أوروبا قادرة عدا عن الإرادة، هل أوروبا لديها هذه القدرة أن تواجه أمريكا في وضعها الحالي، في الوضع الأوروبي الحالي، في الوضع الأمريكي الحالي؟ الموقف الأوروبي صعب، الحق يقال موقف الأوروبي صعب من الناحية الاقتصادية. يعني اليوم قدم دونالد ترامب هدية للأوروبيين وأجل فرض عقوبات جمارك عقابية على قطاع السيارات الألماني الأوروبي، هذا قطاع حيوي هنا في أوروبا. يعني أوروبا من الناحية العسكرية غير قادرة على مواجهة الأمريكيين في المنطقة، ولكن أيضا هي من الناحية السياسية ربما تكون الإرادة السياسية متوفرة، ولكن أنا أعتقد أن الأوروبيين إذا أراد الأوروبيون عليهم التخلي عن أساسيات السياسة الخارجية الأوروبية، عليهم التخلي عن هذه السلمية المبالغ فيها في السياسة الخارجية، عليهم التخلي عن البراغماتية في ممارسة السياسة الخارجية، وعليهم مواصلة الطريق على سبيل المثال في تشكيل جيش أوروبي. الأمريكيون يقفون للأوروبيين في هذا المجال بالمرصاد. أنا أعتقد أن الأوروبيين وضعهم صعب إذا كان هناك مواجهة محتملة مع الإيرانيين. شكرا جزيلا لك ناصر جبارة، صحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية، كنت معنا من برلين. أكد مصدر بوزارة الدفاع الفرنسية بقاء عمليات التدريب في العراق على حالها في الوقت الراهن. التصريح الفرنسي جاء بعد ساعات من إعلان ألمانيا وهولندا وقف عمليات تدريب الجنود العراقيين بسبب التهديدات الأمنية، وهو ذات السبب الذي دعت لأجله واشنطن موظفيها غير الأساسيين إلى مغادرة العراق. خطوات أمريكية نحو التصعيد مع إيران
فبعد يوم واحد من إعلان الجيش الأمريكي عن وضع قواته في العراق في حالة تأهب، أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد بيانا تطلب فيه إجلاء موظفيها غير الأساسيين بأسرع وقت، وشملت القنصلية الأمريكية في أربيل شمال البلاد. سبق ذلك تحذيرات وجهتها السفارة للرعايا الأمريكيين المتواجدين في العراق والذين يعمل أغلبهم في شركات النفط بأخذ الحيطة والحذر. بسبب تهديدات جدية للمصالح الأمريكية في العراق من فصائل أو ميليشيات مدعومة من إيران، سبق لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن أبلغ المسؤولين العراقيين بتفاصيلها أثناء زيارته الخاطفة لبغداد في السابع من أيار الحالي. السفارة الأمريكية التي يحميها 15,000 جندي وسط بغداد عطلت العمل الرسمي اليوم وباشرت بالإعداد لتنفيذ قرار الإجلاء على جناح السرعة. كما أعلنت هولندا إيقاف عمل بعثتها في العراق لأسباب أمنية، وأعلنت ألمانيا إيقاف نشاطات جنودها في تدريب القوات العراقية. ردت وزارة الخارجية العراقية عبر بيان خجول أكدت فيه أن الوضع آمن في البلاد وأن الحكومة العراقية تلتزم خطاب الحوار وتنسق في الوقت ذاته مع كافة الأطراف. في الأثناء تشهد المعسكرات والقواعد الأمريكية في شمال العراق وغربه استعدادات غير مسبوقة تشيب الاستعداد لإعلان الحرب. هذه باختصار الرسائل الأمريكية للجارة الشرقية للعراق. طارق ماهر، العربي، بغداد. ومن بغداد ينضم إلينا دكتور أحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي. دكتور الشمري، ما الدوافع أو الهواجس الأمنية التي جعلت ألمانيا وهولندا توقف التدريب العسكري للجيش العراقي بينما فرنسا لا تتحرك في هذا الصدد مثلا؟ يعني هذا الموضوع يرتبط بمستوى القلق الذي أبدته الخارجية الأمريكية في قضية سحب موظفيها غير الأساسيين. بكل الأحوال بقية الدول المنضوية تحت مظلة التحالف الدولي تشعر بقلق كبير جدا، خصوصا إذا ما نظرت إلى هذه التحذيرات التي أطلقت من قبل الخارجية الأمريكية مثل ما أشرت. أما بالنسبة لفرنسا، فرنسا يعني أيضا تتحرك الآن في الداخل العراقي وفق مبدأ توازن الأقطاب الدولية، على الرغم أنها تأتي بمرتبة يعني متأخرة قياسا بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن هي أيضا تريد أن تكون متواجدة. بكل الأحوال هذا يدلل على أن هناك قلق عميق، يعني الموضوع قد لا يقتصر على هولندا وأيضا بعض الدول الأخرى، لكن قد يشمل الكثير من البعثات الدبلوماسية في العراق، خصوصا إذا ما كان هناك تحول في العراق من أرض الاستقرار إلى أرض احتكاك، خصوصا في ظل وجود تقارير إعلامية على أقل تقدير أو تسريبات بأن هناك صواريخ باليستية نقلت إلى بعض الفصائل المسلحة ذات الصلة الوثيقة مع إيران. شكرا جزيلا لك دكتور أحسان الشمري رئيس مركز التفكير الاستراتيجي السياسي، كنت معنا من بغداد. في غضون ذلك، كشفت مصادر أمنية عراقية عن أن زيارة المفاجأة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل أيام جاءت إثر معلومات استخبارية بشأن أو بنشر مجموعات مسلحة مدعومة من إيران صواريخ قرب القواعد العسكرية الأمريكية. ما هي تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المفاجئة لبغداد قبل أيام إذ لم يتم الكشف عن معلومات محددة بشأنها؟ أما اليوم فقد خرج علينا مسؤولون أمنيون عراقيون بالقول إن بومبيو طالب بضمانات من الحكومة والجيش العراقيين بإحكام السيطرة على ميليشيات وجماعات مسلحة مدعومة من إيران أصبح لها نفوذ واسع في العراق وتغلغلت في أجهزته الأمنية، وإن لم يفعلوا سترد الولايات المتحدة بقوة.
وبحسب تقارير فإن بومبيو قد طار إلى بغداد على وجه السرعة بعد ورود معلومات استخبارية عن أن ميليشيات مسلحة تدعمها إيران نشرت صواريخ بالقرب من القواعد الأمريكية في العراق، وذلك بعد اعتراض اتصالات سلكية ولاسلكية وانتشار مقاتلي تلك الجماعات في مواقع اعتبرتها واشنطن مريبة. ولم يتوقف قادة تلك الجماعة والميليشيات المسلحة عن الدعوة لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وهددوا في أكثر من مناسبة تلك القوات باستهدافها كلما ارتفعت حرارة التراشق الدبلوماسي بين طهران وواشنطن. نحو 30 قاعدة أمريكية تنتشر في عموم العراق، وآلاف غير محددة من الجنود الأمريكيين فيها، وآلاف أخرى لحماية سفارتها ببغداد. تلك جماعات تدعمها كتل سياسية أعلنت وقوفها إلى جانب طهران في الأزمة الحالية، فيما أعلنت كتل سياسية أخرى تبني موقفا محايدا لتجنيب العراق حربا جديدة، وهو لم ينهي تماما حربه على تنظيم الدولة منذ 2014 رغم إعلان النصر عليه. والسؤال الذي يطرح نفسه في ظل ظروف العراق الحالية هو: هل بإمكان بغداد عدم الوقوف مع إيران أو الولايات المتحدة؟ تلك هي عقدة النجار بالنسبة لبغداد. من واشنطن ينضم إلينا آدم إيرلي الناطق السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية. سيد إيرلي، قبل الحديث عن ما حدث أو ما يحدث في العراق، ترامب منذ بضع دقائق غرد عن الموضوع الإيراني، كتب: إيران سترغب قريبا في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة. هل يمد ترامب الجزر بعد العصا الآن؟ الرئيس ترامب في الحقيقة وليس فقط الرئيس ترامب وإنما وزير الخارجية بومبيو كانوا كلهم واضحين بأن الولايات المتحدة مستعدة للمفاوضات إذا قبلت إيران 12 شرطا، ولكن يبدو أن هذه شروط غير مقبولة من قبل الإيرانيين، وهذه شروط تتضمن العديد من الملفات. ولكن علينا أن نكون واضحين، هذه الشروط التي تم وضعها هي بالفعل غير مقبولة بالنسبة للإيرانيين، وإذا قبلوا بهذه الشروط فهذا سوف يدل على ضعف، وهم لا يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. ولكن على الجانب الآخر، الرئيس ترامب يود أن يبرم اتفاقا مع الإيرانيين، فإذا كان يعتقد أنه يستطيع أن يصل إلى اتفاق مع إيران فقد يقوم بذلك. لقد هدد بالحرب مع كوريا الشمالية، ولكن بعد بضعة أشهر كان يقوم بمعانقة كيم جون لون. هل سيفعل نفس الشيء مع الرئيس روحاني؟ ربما، أشك في ذلك، ولكن في الحقيقة من الصعب جدا توقع الخطوة التالية من الرئيس ترامب. نعم. أضاف أيضا في تغريدة أخرى: لا خلاف داخلي في إدارة حول سياسة الحزم التي أنتهجها. ما دلالة هذه التغريدة؟ هل يريد ترامب أن يصور أنه ماض في هذه القوة التي يستعرضها، أم يريد أن يخفي مشاكل حقيقة؟ أعتقد أن الرئيس ترامب هو نعم يحب العرض ويحب أن يحصل على انتباه الإعلام، لكني لا أعتقد أنه يفكر بعمق فيما يقوله أو ما يغرد به. أعتقد أن الإدارة الأمريكية بما في ذلك الرئيس قالوا بأن إذا قامت إيران بتهديد الولايات المتحدة أو حلفائهم سوف يأخذون خطوات حاسمة، وقد طلب وزير الخارجية بومبيو العراق بأن تسيطر على الميليشيات المدعومة إيرانيا.
أعتقد أنهم قد يقوموا باستهداف بعض الأهداف الإيرانية بالقرب من المنطقة، ولكن أعتقد أنه قد أيضا يحاول أن يعطي الإيرانيين فرصة أخيرة. ولكن دعونا نكون واضحين، لقد قامت إيران بالهجوم على السعودية. هذا الهجوم الذي قام به الحوثيون هو هجوم إيراني. نعم، في المشهد العراقي الصورة الآن أن الحكومة العراقية، رئيس الحكومة أو أي طرف يتحدث رسميا في العراق، يقول نحن على الحياد ولا وجود لتهديدات ولا نتدخل في المشاكل بين الولايات المتحدة وإيران. لكن إدارة ترامب تقول أن الخطر موجود الآن في العراق من خلال ميليشيات شيعية تابعة لإيران، يبدو أنها حصلت على سلاح نوعي حسب ما تقول إدارة ترامب. هل هذا الأمر جدي أم يدخل في إطار بروباغندا والضغط والتهديد؟ Oh no, it's very serious. لا، أعتقد أن الأمر جاد جدا. I think both the أعتقد أن كل من وزير الخارجية الأمريكي وأيضا القيادة العراقية كلاهما على حق. فهناك بعض الميليشيات المدعومة إيرانيا، مثل كتائب حزب الله وغيرها من الجماعات. هذه القوات قامت بالفعل بالهجوم على السفارة الأمريكية في البصرة سابقا، وقد يتسبب في ضرر كبير جدا إذا أرادت إيران في استخدامهم بهذا الشكل. ولذلك فقد تم إرسال الصواريخ إلى العراق لهذا السبب. ولكن في نفس الوقت رئيس الحكومة العراقي أيضا على حق، فهو يريد أن ألا يدخل في هذا الأمر. ما تريدها الولايات المتحدة هو عقوبة هؤلاء الذين يعملون مع إيران. شكرا جزيلا لك آدم أرلي، الناطق السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. في غضون ذلك أكد وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده ملتزمة بخفض التصعيد في منطقة الخليج بعد واقعة تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية قبالة الإمارات في خضم توترات متواصلة بين إيران والولايات المتحدة. قرقاش قال في مؤتمر صحفي عقده في دبي: سلمنا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تخريب ناقلات النفط قبالة الفجيرة. لن تكون واشنطن رهينة التهديدات، وسيتم الحكم على إيران من خلال أفعالها، وستواصل الولايات المتحدة العمل من أجل منع طهران من الحصول على سلاح نووي. هذا هو رد الإدارة الأمريكية وفق متحدث باسم الخارجية الأمريكية على تعليق إيران لالتزاماتها ببعض بنود الاتفاق النووي. الأساس بالنسبة لنا إن إيران لا تحصل على سلاح نووي، إن إيران لا تهدد الحلفاء لينا بالمنطقة، وإن إيران لا تسبب أي أضرار للشعب الأمريكي أو الجيش الأمريكي الموجود في أمريكا أو الموجود خارج أمريكا. قرار طهران تعليق التزامات ببعض بنود الاتفاق النووي يأتي ردا على سلسلة إجراءات أمريكية بسبب ما تقوله واشنطن من وجود مؤشرات على تخطيط طهران لتنفيذ هجمات وشيكة ضد مصالح أمريكية. يعارض طرح الإدارة الأمريكية كثيرون من بينهم أعضاء في الكونغرس. تعلو أصوات تطالب الإدارة بعدم جر واشنطن إلى حرب جديدة في المنطقة. الحرب مع إيران ستكون كارثة حتمية، وكما قال الجنرال السابق أنتوني زيني: إذا أعجبتك حروب أفغانستان والعراق فستحب الحرب مع إيران، وأنا أتفق معه. يرمي كل طرف الكرة في ملعب الآخر، لكن التخوف هو أن تؤدي التطورات وردود الأفعال إلى حرب حتى لو كانت على نطاق ضيق. تزداد المخاوف في ظل عدم معرفة خطوات واشنطن القادمة، ومع اختلاف تقييم واشنطن عن تقييم حلفائها في أوروبا لجهة إيران. لكن واشنطن، يقول خبراء ماضية فيما بدا أنه ضغط أمريكي لإجبار إيران على الدخول في اتفاق نووي جديد، تحول إلى قرع لطبول حرب تؤكد الأطراف أنها لا تسعى إليها.
يقف ترامب وفق خبراء في مواجهة إسرائيل ودول في المنطقة مناوئة لإيران ومساعدين له ضد شن حرب مع طهران، لكن السؤال إلى متى وأي الكفتين سترجح؟ حتى الآن خذل ترامب الداعين إلى حرب وإن انتهج سياسة متشددة ضد الدولة الإيرانية، لكن المخاوف تتزايد إذا عدم قدرة ترامب على احتواء دعوات الحرب. ريما أبو حمدي، العربي، واشنطن. إلى السودان الآن، حيث أصيب معتصمون في العاصمة الخرطوم جراء إطلاق قوات حكومية الرصاص عليهم في محاولة لإزالة حواجز في شوارع محيطة بمقر الاعتصام. ووفقا لشهود عيان، فإن مطلقي النار في شارع الجمهورية كانوا من عناصر من قوات الدعم السريع. المزيد عن تطورات المشهد السوداني في نافذتنا المباشرة من هناك مع زاهر عمرين. شكرا لك نضال، مساء الخير لكم مشاهدينا من الخرطوم في هذه النافذة الخاصة التي نفردها لرصد تفاعلات المشهد السوداني. في آخر التطورات، علق منذ قليل الاجتماع المقرر بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لأسباب عدة بحسب الأنباء الواردة، أهمها الخلاف على صلاحيات المجلس السيادي بالطبع، وأيضا مطالبات المجلس العسكري بفك المتاريس والتراجع من الشوارع بالنسبة للمتظاهرين وفتح مختلف القطاعات أمام الحياة اليومية. طبعا نحن الآن موجودون أمام أحد المتاريس، آخر متراس في الواقع، الذي يرصد في شارع النيل، حيث هو نقطة التماس بين الجيش وأيضا بين المتظاهرين. هذا الشارع الذي يؤدي إلى ميدان الاعتصام من أحد أطرافه، والطرف الآخر الذي نقف عنده يؤدي إلى القصر الجمهوري. هذا المتراس الذي كان عاجا منذ حوالي ساعة ونصف تقريبا بالمتظاهرين، بدأ يفرغ رويدا من المعتصمين هنا بعد أن قام أعضاء من قوى الحرية والتغيير بالتجوال على عدد من المتاريس مطالبين المتظاهرين بإزالتها والتراجع إلى متاريس أبعد أقرب إلى ميدان الاعتصام، وبالتالي السماح للحياة اليومية بالاستمرار في العاصمة الخرطوم. منذ حوالي ساعة من الآن أيضا كنت التقيت مع القيادي في قوى الحرية والتغيير الدكتور محمد ناجي الأصم، الذي كان متواجدا هنا لإقناع المتظاهرين بالتراجع عن هذا المكان لمتراس أبعد، وقدم للتلفزيون العربي تصريحا خاصا حول سبب هذه الخطوة، التراجع عن الحواجز وكذلك عن خطة عمل أيضا المعتصمين. فلنستمع لتصريحه. جينا عشان نسيطر على مساحة الاعتصام ونضبطها بحسب الخطة الميدانية لقوى الحرية والتغيير. الخطة الميدانية انه يكون في متاريس محددة ومساحة محددة للاعتصام، ويكون مساحة الاعتصام مضبوطة بصورة موحدة بالنسبة لكل قوى الحرية والتغيير. كان في قوات تبتدي زي الدعم السريع وضربت رصاص على عدد من المتظاهرين. حاليا نحن في تواصل عشان نعرف التفاصيل بصورة كاملة حول من الذي اطلق النار، ما في اي تراجع يحصل. التمسك بالاعتصام والتمسك بالمتاريس المحددة والضبط المحدد لمساحة الاعتصام هو الوسيلة لضبط الاعتصام وضبط مساحة واستمراره بصورة كاملة وشاملة إلى حين تحقيق كل المطالبات بتاعتها. إذن استمسنا لمحمد ناجي الأصم، القيادي في قوى الحرية والتغيير، أثناء تواجده في أحد المتاريس في شارع النيل، وأيضا لإلقاء مزيد من الضوء على الوضع الميداني. أنتقل إلى زميلي ملاذ الزعبي المتواجد حاليا في شارع الجمهورية، الذي شهد اشتباكات في وقت سابق من هذا اليوم. ملاذ، كيف يبدو الموقف لديك مع تراجع المتاريس؟ هل هناك أيضا تراجع للحواجز في شارع الجمهورية باتجاه ميدان الاعتصام؟
نعم زاهر، نحن نقف في الحقيقة في منتصف المسافة ما بين شارعي النيل والجمهورية، الشارعان اللذان شهدا على مدار نحو 72 ساعة هجومين أسفر عن مقتل عدد من المعتصمين وجرح العشرات، بالإضافة إلى مقتل ضابط في الجيش وجرح 3 جنود قبل عدة أيام. نلاحظ مثلا زاهر في هذا المتراس هنا في منتصف المسافة بين شارعي الجمهورية والنيل أنه بات خاليا تقريبا أو بات خاليا بشكل كامل من المعتصمين، خلفه تماما هناك سيارات للجيش وعدد من الضباط وعناصر قوات المجلس العسكري الانتقالي. أيضا قمنا بجولة ميدانية في عدة متاريس في شارع النيل وكذلك في شارع الجمهورية، معظم هذه المتاريس بدأت تشهد انكفاء وتراجعا للمعتصمين باتجاه ساحة الاعتصام الرئيسية، ساحة القيادة العامة. طبعا أنا كنت استمعت إلى عدد من النقاشات التي دارت بين أعضاء في قوى إعلان الحرية والتغيير والمعتصمين حول أسباب التراجع، بالإضافة إلى تأثير هذه المتاريس وانتشارها على الحياة اليومية لسكان المدينة. هناك أيضا أسباب لوجستية وعملية تفيد المعتصمين في التراجع والانكفاء نحو الساحة الرئيسية، منها على سبيل المثال سهولة إيصال المساعدات الطبية في حالات الطوارئ، سهولة إيصال المساعدات الغذائية والمياه الشرب. أنت تعرف نحن الآن في رمضان، وجبات السحور والإفطار التي تتوزع على المعتصمين وتوزع على المعتصمين على المتاريس أو في الساحة العامة ليس من السهل إيصالها مع انتشارهم في مساحة جغرافية واسعة. كان هناك طلب بأن يتراجعوا قليلا و بأن يرصوا الصفوف بهدف يعني تخفيف المعاناة اللوجستية على زملائهم أيضا المعتصمين. من جهة أخرى كان هناك حديث عن إعاقة المتاريس المنتشرة باتت في شوارع المدينة لوصول المزيد من المواكب الداعمة والمغذية للاعتصام، المواكب التي تأتي مثلا من أم درمان أو من مدن أخرى بعيدة أو من أحياء أخرى باتت تجد صعوبة في الوصول إلى ساحة الاعتصام الرئيسية في ميدان القيادة العامة بسبب انتشار المتاريس، طبعا المتاريس التي تقيمها القوات العسكرية والمتاريس التي يقيمها المعتصمون. لاحظنا تراجعا بشكل كبير في معظم هذه المتاريس، هناك كان اقتناع فعلا بعد نقاشات استطيع ان اصفها بانها ديمقراطيه وكانت في اجواء بناءة بعد نقاشات بين قاده قوى اعلام الحريه والتغيير. انقل هذه الصوره ايضا التي رصدتها لنا، صوره هذا النهار العاج بالاحداث رصدته لنا بهذا التقرير، فلنتابع اذا تقرير الزميل ملاذ الزعبي حول اخر تطورات المشهد في السودان. هدوء فتوتر فهدوء فتوتر، تتعاقب هذه المشاهد على الخرطوم بصورة شبه يومية، اشتباكات وإصابات في محيط ميدان الاعتصام. يقول شهود عيان إنها جاءت إثر محاولة السلطات فك المتاريس المنصوبة. القلق سيد الموقف على الرغم من الإعلان عن تقدم في المفاوضات بين العسكري وممثلي المتظاهرين. المعتصمون من جانبهم ما زالوا يعزفون لحن إصرارهم، ثابتون على شروطهم ولن يحيدوا عنها. سقف توقعاتهم ما زال منخفضا قبل ساعات من إعلان النتائج النهائية للمفاوضات. احنا صيغتنا في تجمع المهنيين في القوة كبيرة جدا، وإذا ما وصلوا للحل اللي احنا عايزينه أكيد احنا قاعدين وما حنتحرك لأي سبب من الأسباب. لحد الآن احنا لسه منتظرين البشارة الكاملة زي ما بقولوا خلال 24 ساعة جاية أو خلال 20 ساعة جاية. ما لم نحن نتأكد تماما انه الناس اتحاسبت وحصلت محاكم للناس اللي هو انا بتكلم عن النظام السابق، ما لم تحصل الحاجات دي فنحن عندنا دم شهيد، فدم شهيد غالي جدا، ما هنفضل اعتصام وحنكون قاعدين. الصورة الكاملة تشكلها تفاصيل الاتفاق وهو ما ينتظره الجميع. يسعى المتظاهرون لبناء سودان جديد يتسع للجميع كما يقولون. تمر مهمتهم اليوم بمرحلة مفصلية، لكن المفاوضات وحدها لن ترسم مستقبل البلاد. ملاذ الزعبي، العربي، من ساحة الاعتصام في الخرطوم. نعم، استمعنا إلى هذا التقرير ولإلقاء مزيدا من الضوء على الوضع في الساحة السياسية في الخرطوم ينضم إلي هنا حافظ الخير الكاتب والصحفي. أهلا بك سيد حافظ. يعني اليوم المشهد يبدو معقدا أكثر من البارحة. البارحة كنا نرى لا اتفاق، اليوم يوجد اتفاق لكن الخلافات أخذة في الاتساع. ما السبب؟ لماذا تم تعليق هذه المفاوضات؟ نعم، اليوم حصل إطلاق رصاص على متظاهرين وأصيب 9 منهم بإصابات
خطرة ونقلوا للمستشفى. هذا الأمر زاد من التعقيد في التفاوض بين المجلس وبين قوى الحرية والتغيير. ويرى بعض المتظاهرون أن هناك تنازلات قدمت للمجلس العسكري، وهذه التنازلات يرفضها المتظاهرون تماما. من هذه التنازلات إزالة المتاريس الرئيسية أم أن تنازلات في مكان آخر؟ إزالة المتاريس وحصر الاعتصام في ميدان في باحة القيادة العامة. لكن هذا التنازل أو ما يفترض المتظاهرون أنه تنازل جاء من قبل قوى الحرية والتغيير التي تقود المظاهرات. نعم، لكن هناك تدخلات عسكرية من قوات الدعم السريع هي التي أججت الخلاف. هناك بعض المتاريس تم وضعها في شارع الجمهورية في الطريق المؤدي إلى كوبري المكنمير، وتم التعامل بواسطة قوات الدعم السريع مع المتظاهرين بالرصاص الحي. هذا الأمر أدى إلى تعنت أكثر من جانب المتظاهرون، فقدموا نحو الجسر، وتم حاليا إغلاق جسر المكنمير نهائيا أمام حركة السير، كما تم إغلاق شارع الجمهورية وشارع الجامعة وشارع النيل وشارع البلدية. نعم. حاليا دعني أسألك، يعني قوى الحرية والتغيير كما شاهدنا انتشرت في الحواجز وبدأت بالحديث إلى المتظاهرين لإقناعهم بالعودة عن متاريسهم لمتاريس أبعد، لكن لا يبدو أن هناك استجابة من الشارع. هل نشهد انقساما في صفوف المعارضة الممثلة للشارع إذن؟ نعم، هناك خلافات داخل قوى التغيير نفسها. هناك من يطالب بالقصاص في الوفيات التي حدثت في يوم الاثنين والإصابات التي حدثت اليوم. هناك لجنة تحقيق شكلت من المجلس العسكري للتحقيق في الواقعتين، لكن هذه اللجنة حتى الآن لم تعمل أي عمل ملموس على أرض الواقع، ولم يتم القبض على الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة. هذا الأمر أدى إلى انشقاق داخل قوى التغيير نفسها. حاليا تتجول بعض قيادات قوى التغيير على مناطق المتاريس لإقناع المتظاهرين بالرجوع إلى ميدان القيادة العامة، ولكن هذا الأمر لم يجد استجابة تامة بسبب عدم التحقيق الشفاف وعدم القبض على المعتدين على المتظاهرين يومي الاثنين واليوم الأربعاء. لكن أيضا هناك أنباء ترشح بأن الخلاف هو عن على صلاحيات المجلس السيادي وليس فقط على التفاصيل هذا. نعم، ده سياسيا، من الناحية السياسية هناك خلافات في الصلاحيات وفي رأس المجلس السيادي. هناك من قوى التغيير أحزاب ترى أن لا يكون على رأس المجلس السيادي عسكريين، والعسكريين يصرون على أن يكون المجلس السيادي تحت إمرتهم، وهذا أمر بحث فيه القوى التغيير وكل الأحزاب المشاركة في قوى التغيير في اجتماعات داخلية بينهم أن تكون للمجلس السيادي قيادة مدنية، لكن الجانب العسكري يصر على القيادة العسكرية، وهذا أمر قد يؤدي إلى إفشال التفاوض وقد يلغي الاتفاق الذي تم اليوم. سنتابع بالتأكيد المشهد المتطور في الخرطوم. شكرا جزيلا لك ضيفي حافظ الخير الكاتب والصحفي للتعليق على هذه الأحداث. بهذا نصل إلى ختام نافذتنا اليومية من الخرطوم. أعود إليك في الاستوديو زميلي نضال، صباح الخير. شكرا زاهر. بينما يحيي الفلسطينيون الذكرى 71 للنكبة، قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية قال إن الحوار مع إسرائيل شيء إيجابي. في غضون ذلك أصيب 8 متظاهرين بجراح مختلفة جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة شرقي قطاع غزة. وتجمهر آلاف الفلسطينيين في 5 مناطق قريبة من السياج الحدودي وأشعلوا الإطارات المطاطية، كما رفع المئات منهم الأعلام الفلسطينية. وتأتي هذه التجمعات تلبية لدعوة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة لإحياء الذكرى 71 للنكبة. وننهي برنامجنا كما هي العادة مع فيديو من منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. فيديو اليوم عن الغوص في أعماق المحيط الهادئ. إلى اللقاء.
amazing experience. I think almost exactly 12 hours. I think the longest anyone's ever been on the bottom of the Challenger Deep.